فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مما درست أن هناك أنواع للنذر، فهناك نذر واجب والنذر طاعة ونذر مباح ونذر معصية. سمعت أن النذر المباح لا يجب القضاء فيه، بل يجوز الكفارة ويجوز أن يقضيه، فكيف؟ ما هو النذر المباح الذي فهمت؟ يعني ليست طاعة، لا، النذر المباح الذي فهمت مثلا أن يقول مثلا علي نذر أن أقرأ كتاب كذا. هنا أو أبيع سيارتي أو أشتري الثوب الفلاني. هنا نذر المباح حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن أبيع سيارتي، أو لله علي نذر أن أشتري السيارة فلان، أو لله علي نذر أن أشتري البيت الفلان، قلنا له أنت الآن بالخيار. عرفت؟ هذا نذر مباح. نذر الطاعة أن يقول لله علي نذر أن أصوم غدا، يعني يوم الاثنين. نذر المعصية أن يقول لله علي نذر أن أهجر فلانا وهو لا يستحق الهجر. الرجل علي نذر أن أشتري لأمي والدتي مثلا كذا وكذا، هذا من أي أنواع النذر؟ هذا يظهر أنه من أنواع من نذر الطاعة، إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم، لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة، فيلزمه أن يشتري ذلك لها، إلا إذا قالت لا أريده، إذا قالت لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه، وفي هذه الحال ينبغي أن يكفر كفارة يمين.